بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعدنا إليكم من جديد. درسنا اليوم إن شاء الله بيكون عن ألاينت، محاذاة الأشكال. وإيش يعني محاذاة الأشكال؟ While building you may need to line up shapes. عندما تبني في بعض الأحيان يحتاج إنك تصف الأشكال على سطر واحد. كيف كذا؟ Let's try aligning some shapes. دعنا نحاذي بعض الأشكال. محاذاة، وش معناته محاذاة؟ كمصطلح محاذاة معناته إنه كأنك تنظم الأشكال، أو كأنك تحط الأشكال على سطر واحد أو اتجاه واحد. نبدأ ونشوف نفهم بشكل أكبر في الدرس. Preview Shapes Alignment. Preview عرض Shape Alignment اللي هو محاذاة الأشكال. كيف وش معناته هذا عرض محاذاة الأشكال؟ Let's explore the different way those box shapes can be aligned. دعنا نكتشف مختلف الطرق والوسائل عشان إن ننظم أو نحاذي هذه الأشكال مع بعضها البعض. Hovering over an alignment handle will show a preview of what the alignment will look like. And clicking a handle while move the shapes into the preview position. نحوم hovering over معناته إنه تحوم بالماوس. انزين عن طريق الالايمنت هندل. وش مال الالايمنت هندل؟ بنشوف فتو. والشو بريفيو يعطيك نظرة عامة او نظرة سريعة او نظرة تفحصية كيف بيكون الالايمنت وكيف بيكون شكله لما تضغط على ذلك الزر، وكيف بتتحرك الاشكال اعتمادا على النظرة العامة والسريعة. Let's try previewing all the alignments option. كيف هذا؟ خلينا نقرب نشوف هذا الكلام وش معناته من خلال بالمثال يتضح المقال، وبنقرب بالتجربة بيكون أكثر وضوحا. instructions تعليمات. select all the box shapes by holding shift on the keyboard and left click on each box shapes. إذن يقولنا هنت هنا ملاحظة أو تلميح. shapes you have selected will be outlined in the blue color. هذا دائما نوضحها ونكررها إن بالفعل لما نضغط على الشكل ونحس ونعرف نتأكد إن نريد نتأكد إن بالفعل إنه محدد بيكون حواليه اللون الأزرق. نقرب نضغط على الزر الأول وبعد نضغط على shift بنلاحظ إنه هذا اللون الأزرق موجود حواليه شكل، ونضغط على الثاني صار إن اللون الأزرق على الشكل الثاني، واللون الأزرق على الشكل الثالث، ونلاحظ هنا متظللات وثلاثتين واضح الأمر. زين ننتقل للخطوة اللي بعدها. With all shapes selected, click the aligned button on the toolbar. إذن مع هذه الأشكال كلها دامنا إنه حددناها بنضغط على ال align button on the toolbar، زر المحاذاة في وش يسميوه هذه تول بار؟ لا إله إلا الله، وش قلنا مو معنى تول بار؟ شريط الأدوات. أيوة شريط الأدوات اللي موجود فوق. وين التول هذا aligned؟ إذا نضغط على الالاين هذا الزر، وبنلاحظ إنه في ال. إذا في هنا اختصار لها، ممكن إن نسوي ال ونضغط نقرب نشوف. جميلة، إذا هذا الخاصية صارت، ممكن نقربها بالال، زر ال بالنفس. أيوة إذا الخاصية دقي عن طريق زر ال. فبنلاحظ هنا نضغط على اللاين مرة ثانية. انزين يقولنا ويش hover your mouse over each of the black alignment handle to see a preview of the alignment. كلام جميل. اذا انتو الحين حاليا وش نسوي؟ نحوم الماوس او هذه اللي هي زر الفارة في المكان اللي نريده. بنلاحظ ان في حاجة يسميون هندلز. وش الهندلز المقصود بين هذا النقاط السوداء؟ بنلاحظ وش يصير بريفيو هذا. تشوفوا المكعبات او اللي هن مكعبات البرتقالية،
هذا يوضح لك وين بينتقل لما تضغط عليه. الحين احنا ما ضاغطين عليه بس مجرد انه يعني حطينا في المكان اللي نريده. فنلاحظ انه لما نضغط على هذا وش اللي يصير، لما نضغط على هذا وش اللي يصير، او نحط الماوس على هذا وش اللي يصير. بنلاحظ عدة خواص وممكن نغيرها. بنلاحظ اذا خواص جديدة كل ما سوينا او حركنا من المكان. بنلاحظ ان في بعض الخواص اللي موجودة وما نكتشفها الا من خلال تحريك الشيء. مثلا نسوي نقرب نلاحظ ان في خواص داخلية. كيف اضلل هذه اروح لها ما جي ما وصلت له. انزل لو لاحظ ان شوف هنا اذا سوينا هذه بنشوف تحت، لكن اذا رحنا بهذا الاتجاه بنلاحظ ان فوق تترتب بشكل مع بعض فوق بعض. اذا على كل مرة ليش البريفيو موجودة؟ عشان يوضح لك بالفعل الخطوة لما تضغط عليها وش اللي يصير. continue to the next step. ننتقل للخطوة اللي بعدها. align the bottom نحاذي الاسفل. بنشوف وش. clicking on any of the alignment handles will move the shapes into the aligned position. الحين الضغط على لما نضغط على الالاين هنا ونشوف نضغط عليها. لما نضغط على الزر بالليفت كليك وننقر على اللي هو الزر الايسر من الماوس نشوف ايش يستوي. بسم الله. ايوه مباشرة اذا صار الالاين. وممكن مرة ثانية نسوي ثانية ومرة ثالثة. اذا خلونا ممتاز صار الالاينمنت بهذه الطريقة. خلونا نتراجع مرة ثانية ونسوي الامر من جديد. نظلل عن طريق اللاسو تول او اللاسو، هذه التقنية اللي لتحديد الاشكال، ونسوي الالاينمنت او ال مرة ثانية من جديد. نضغط على ال من الكيبورد ونشوف الامر. ايوه بنلاحظ ان الاشكال تنتقل. اندو ممكن ان نسوي اندو او كنترول زد عن في حالة انه نريد تراجع. كنترول زد نلاحظ ونشوف الآلية مرة ثانية. نسوي الاينمنت ونعدل على الاشكال او نسوي محاذاة المكان اللي نريده واللي نحتاجه واللي نشوفه انه هو الانسب لنا في التصميم. مثلا خليهن هنا كلهن وبعدين نصفن مع بعض مثلا بهذه الطريقة. فممكن تقربوا كل الخواص او كل البريفيو اللي هو النظر السريعة والنظر التفحصية وتقربون بنفسكم عشان تكتشفوا كل الجديد. continue to the next step. ننتقل للخطوة اللي بعدها. ايوه you got it. congratulations. اذا الحين تهانينا خلصنا دروس الأساسية. الحين خلصنا أساسيات التصميم الهندسي في التينكركاد. وهذه الأساسيات إذا أتقنتها بالفعل أنت تكون يعني تنتقل لمرحلة أخرى، إن ممكن أنك تصمم التصاميم بنفسك. الأساسيات كلها الحين أو الأساسيات اللي ضبطناها وشهادة مني أنك تكون تنتقل لمرحلة أخرى، مرحلة التصميم الهندسي، والحين أنت مصمم. نلتقي إن شاء الله، نلتقي إن شاء الله في حلقات قادمة وجديدة ودروس أخرى بإذن الله تعالى في التينكركاد. شكرا جزيلا. لا تنسوا الاشتراك بالقناة مبدئيا، بالإضافة إلى التعليقات والملاحظات اللي موجودة معكم في هذه الدروس. وأيضا إذا عندكم أسئلة ولا استفسارات فأنا موجود معكم بإذن الله تعالى. وأيضا نفس الحالة نشر الفيديو عشان تعم الفائدة ويكون لكم أجر النشر، ويكون لنا بإذن الله تعالى أجر التعليم. وهذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.